عرفتي داك البلان ديال طالب معاشو اللي كيمشي يضرب تماره ويهز خناشي ويطلع الجبال وتماره باش انه يدخل 20 درهم 30 درهم في النهار. كاين دابا اللي كيدير هاد الخدمه ديال طالب معاشو في هاد الوقت دابا ديال القرن 21 وكيدخل ما بين 1000 دولار حتى ل 4000 دولار بلا ما يضرب تماره بلا ما يدير حتى شي حاجه. تقدر تكون خدام في بيرو وتقدر تخدم في شركه وتقدر توقف وتصور وتاخذ هاد المونطو اللي كنقول لك ديال الفلوس من بين 1000 دولار حتى ل 4000 دولار. طالب معاشو في اسيا شنو هما الخدام اللي غتقدر دير وكيفاش تدبر على هاد الخدامي وشنو هما الدول اللي فري كيقبلوا هاد القضيه هادي وكيخدموا بهاد القضيه ديال طالب معاشو. انا نهضروا على الدول اللي منهم الصين ولكن دابا غتسمع طالب معاشو في الصين في هاد الوقت ما تدخلكش للراس ولكن فري كاين طالب معاشو في الصين واليابان وكوريا الجنوبيه تقدر تخدم طالب معاشو في الدول وتدخل سالير اللي هو زوين بزاف كما كنقول لك ما بين ما بين 1000 دولار حتى ل 4000 دولار. شحال واحد غيقول لك هذاش كيخرب ولكن راه فري راه خدامين بها الدراري هنايا دابا في الصين وجربتها حتى انا وفريمون خدامه وكتدخل منها سالير اللي هو زوين بزاف. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا شنو هما الخدمه اللي غدير في الصين. غنهضروا على الصين لان الصين هي الدوله اللي فيها هذه القضيه طالب معاشو بزاف الدولة اللي فيها الخدامي بزاف وتخدم بلا شهادة بلا والو ما يكون عندك لا باك لا حتى شي حاجة تكون عندك اوفري غادي تخدم. أول حاجة غادي نعرفوا شكون هو طالب معاشو شنو التعريف ديال طالب معاشو. طالب معاشو هو داك السيد ولا داك الشخص ولا داك الإنسان اللي كيضرب تمارة ويجيبها من فم السبع بلا شهادة بلا دكتورة بلا حتى شي حاجة ما تكون عنده فري كيضرب تماره ويتقاتل ويجيب داك الرزق ويقدر يعيش ويبني حياته بداك الرزق بلا ما يتسنى انه يمشي يدفع الشركه ويتسنى ديك الشركه انها دير واحد لوفر باش هو يمشي يتسنى ويدفع ويتسنى واحد الوقت كبير باش انه يتقبل ولا ما يتخرجش غيمشي يدوز انترفيو. القضيه ما بقاتش دابا طالب معاشو غديرها وغتدخل مصروف ديال الشهر يقدر يكون مصروف ديال العائله. ولكن اهم حاجه باش انك تكون طالب معاشو خصوصا فهاد الدول اللي كنقول الصين كوريا اليابان خاصك واحد الحاجه واللي هي ضروريه في هذا الوقت دابا واللي هي اللغه الانجليزيه. انا نقول لك علاش اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه علاش بالضبط؟ حيت هي اللي غتفتح لك افاق باش انك تتواصل مع الناس تتواصل مع الشركات وتدبر على خدامي وجميع تقريبا الخدامي اللي كنقولوا دابا طالب معاش ولا اي خدمه هنايا دابا حاليا في اسيا كتطلب اللغه الانجليزيه. ثاني حاجه اللغه الام ديالك حنا مثلا المغاربه العربيه فرنسي اكثر ديال المغاربه كيهضروا فرنسي. ثالث حاجه اللغه ديال ديك الدوله اللي انت فيها مثلا كنهضروا دابا على الصين لان الصين هي الدوله الوحيده في العالم ولا اكبر دوله في العالم اللي غتقدر تخدم بلا شهادات بلا والو وتدبر على مصروف واعر بزاف وتبني حياتك بهاد القضيه ديال طالب معاش. لونجلي عربيه فرنسي واللغه الام ديال ديك الدوله سواء كانت اليابانيه سواء كانت الكوريه ولا الصينيه. كنهضروا على الحاجه الاولى اللي غتقدر دير ولكن هذه غندوزوا عليها دغيا بالزربه حيت هذه ماشي ضروريه وشحال من واحد ما غيبغيش يديرها اللي هي سرباي. السرباي كيديروها بزاف في جميع دول في العالم ولكن هنا في الصين سرباي راه ماشي سرباي ديال اللي كتعرف في المغرب ولا سرباي راه كتدخل فلوس صحيح ولكن فيها شويه ديال التماره فيها العيا تبقى واقف كتمشي تجي. حنا ما غنهضروش على هادشي ولكن حنا كما قلنا في الاول غنهضروا على خدامي اللي غادي تخدم وانت مرتاح بزاف ما غتضرب لا تماره لا والو غتخدم في النهار سوايع قلالين. دابا غادي نهضروا على الخدامي اللي غدير ديال الطالب معاش اللي غديرهم بطريقه متحضره بزاف وغادي تخدم بصالير اللي هو زوين. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي تكون استاذ ديال الكيندر جاردن اللي هما الحضانه اللي بيبي الدراري الصغارين ما بين عامين ثلاث سنين عام ونص بحال هكا كتكون استاذ ديالهم. ما غتضرب لا تماره ما غتحتاج لا اللغه الانجليزيه ما تكون بروفيسيونيل في اللغه الانجليزيه لا داكشي ما كاين لان هما عندهم واحد الثقافه هنايا في الصين ولا تقريبا في اسيا كامله ان الدري غير كيتزاد كتولي عنده عام ونص كيدخلوه للكيندر جاردن باش انه كيولف باش يهضر مع الاجانب يولف على الاجانب يولي السمع ديالو مطلوق على لغه اخرى اللي هي اللغه الانجليزيه بالخصوص. كما قلنا هذه خدمه اللي هي زوينه ما كتضرب تماره ما كدير والو ما كيتحتاج لا لغه انجليزيه تكون بروفيسيونيل باش انك تضرب اللغه الانجليزيه ولا كتحتاج انك واحد شويه ديال اللغه الانجليزيه باش انك تتواصل مع دوك الدراري وتتواصل مع الناس اللي خدامين معاك وتحتاج حاجه اخرى ان يكون عندك كما كنقولوا قلب كبير وكتبغي الدراري الصغار باش انك تلعب معاهم وتضحك معاهم
وتنشط مع دوك الدريسار باش تخليهم ديما فرحانين. هذا هو الاساس. هذه الاولى. الثانيه هو انك تكون استاذ ديال التريننج سنتر. هذا طلع شي شويه، هذا المستوى طلع شي شويه، خصك يكون عندك شويه ديال اللغه الانجليزيه طالعه، لانك غتقري دراري كبارين من 4 سنين الفوق، من 4 سنين حتى 12 عام 13 عام حتى 14 عام بحال هكا. خصك شويه ديال اللغه الانجليزيه، ماشي تكون بروفيسيونيل واحد النسبه كبيره، ولكن تقدر انك تسلك راسك في هذه القضيه هذه وديفلوبي راسك وغادي تخدم في هذه القضيه. هذه في كيكون فيها الصالير حتى هو طالع وزوين بزاف، وكتخدم استاذ في ترين سنتر، تخدم مع الدراري حتى هي في هذه القضيه، كتطلب انك تكون كتبغي الدراري تضحك مع الدراري النشاط، حتى هي ما كتطلبش كما قلنا واحد يعني واحد المستوى اللي انك كما قلنا تكون نيتيف سبيكر، غير مستوى متوسط، وغتخدم وغادي تدبر على صالير اللي هو زوين بزاف. ثالث حاجه في التيتشين اللي هي غتقري في البريمري سكول ولا غتقري في اليونيفرسيتي، هذيك كتحتاج واحد الليفل اللي غيكون في لونجلي طالع شي شويه باش انك تقري. واش شهاده تقدر تدبر مثلا بالبكالوريا بحال هكا، تقدر تدبر بليسونس وغتخدم، ولكن الصالير كيكون طالع بزاف، وهذيك كتحتاج شويه اللغه الانجليزيه. تغليتي دابا هاد الفتره دابا ديال الحجر الصحي، لان كلشي مسدود، ما كيدير والو، ما كاين لا تصافير، ما كاين والو، او براكتيسي مزيان اللغه الانجليزيه واحد المستوى اللي هو زوين، وغتدبر على راسك مزيان. دابا غادي نمشيو للخدمه الثانيه اللي غتقدر دير في اسيا بطالب معاشو، اللي هي ممثل. ممثل كيفاش كيقول اخونا هذا ممثل؟ الناس كيقراو اعوام بوليوود هوليوود باش انهم يوليو ممثلين، وهذا خونا كيقول لينا ممثل في اسيا وانا ما كنعرفش حتى التمثيل. اه فري، غتقدر تخدم ممثل في اسيا وبلا والو، تخدم غير بوجهك، لان وجهك مختلف على الاسيويين، عينيك ما مجبدينش، اللون ديالك مبدل على اللون ديالهم، اللغه باش كتهضر مبدله عليهم، الطريقه ديالك نتايا مبدله عليهم هما. ففري غادي تخدم، وغتخدم ممثل في اسيا، وغتخدم مع شركات كبارين، وغتخدم بصالير اللي هو زوين بزاف. كيفاش غادي تدبر على هاد الخدمه هادو؟ خاصك غير تكون هنايا في الصين وغتدبر، كاينين جروبات بزاف ديال الدراري كيدبروا على هادشي، وغادي تخدم غتدبر عليهم وتخدم، وغادي كيكون الصالير زوين بزاف. شهر ديال التمثيل ولا مثلا شهرين، لوطيل من عندهم، الماكله من عندهم، وزيد على ذلك انك كتمثل، كتاخذ اكسبيرينس وتتلاقى مع الناس اللي مختلف من مختلف الدول. وثالث حاجه كتشد واحد الصالير اللي هو زوين بزاف. فاش كنقول لك صالير زوين بزاف، راه فري صالير زوين بزاف. حاجه اخرى اللي تابعه لنيت التمثيل اللي هي الشوتين، كدير شوتين لشي شركه الحوايج، مثلا تيشورتات، مثلا حوايج، الحوايج كيما كانوا كدير لها الشركات، شركات كبارين، مثلا شركه نايك، شركه شناوا، شركه اديداس، كدير لهم الشوتين. ماشي ان ضروري انك تكون مشهور ولا تكون كدير شي حاجه، لا، خاصك غير تتعرف على الناس هنايا ودير واحد الكونتاكت مع الناس مزيان، وغادي تدبر على هاد الخدمه. وهاد الخدمه فري كيكونوا فيهم صالير حتى هو زوين. هذه كتسمى بار تايمز، يكون عندك مثلا خدمه اخرى ولا شي كدير بار تايمز، كتمشي ساعتين ثلاثه السوايع كتصور، تاخذ ما بين 1000 حتى 2000 درهم اللي هي 100 حتى 200 دولار في النهار، وترجع في حالك، ما كتضرب حتى مره، ما كدير والو، كتمشي كتوقف كتصور وترجع في حالك. وفري هادشي اللي كنقول لك راه ماشي سمعتو ولا قريتو في شي حاجه، هادشي فري، راني عايشو هنايا وجاوني دي زوفر بزاف. انا ما عمرني الصراحه مثلت، ولكن جاوني دي زوفر بزاف ديال الشوتين ديال حوايج السبور، وجاوني دي زوفر ديال التمثيل، ولكن الخدمه ديالي ما كتسمحش ليا انني نمشي نبعد بزاف على الخدمه ونبقى واحد المده طويله. وكاينين دراري انا كنعرفهم من صحابي اللي معايا هنايا، وفري كيديروا هذه القضيه هذه بار تايمز، وخدامين مزيان، وكيدخلوا صالير اللي هو زوين بزاف. الرابعه ولا ما الخامسه ما عليناش، الرابعه اللي غتقدر دير اللي هي ترجمه، غتولي مترجم. كيفاش مترجم؟ كي غادي ندير لي اه فري غتقدر تكون مترجم، غتحتاج اللغه الام ديالك ولا اللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه اللي حنا كنهضروا عليهم، اللي المغاربه كيتقنوهم بزاف. غادي تمشي غتقلب على شركه انهم كيحتاجوا، اللي حنا كنعرفوا هنايا في اسيا اليابان كوريا والصين، اللي هما دول اقتصاديه عالميه، يعني كيصيفطوا السلعه ديالهم كتمشي على مستوى العالم. هادو كيحتاجوا الناس اللي غيترجموا ليهم، كيحتاجوا انهم ناس غادي توقف انت هنايا في الوسط، واحد هنا وواحد هنا، وانت في وسط منهم. هذا كيقول اه انت كترجمها تقولها للاخر، الاخر كيقول بي كترجمها كتصيفطها للاخر، صافي هادشي اللي كدير، ما كدير والو، كتجلس في بيرو واكل شارب كلشي ديالك وكترجم مده ديال ساعتين ثلاثه السوايع على حساب داك الناس علاش كيهضروا، شنو البيزنس اللي كيديروا، كترجم تاخذ الصالير ديالك اللي متفقتوا عليه واللي غيكون فريمون غيكون زوين، لانك كتخدم مع شركات كبارين، وغتاخذ داك الصالير ديالك وغترجع بحالك، ما كاين لا تماره، ما كاين والو،
ما غاشاش لا تماره ما غاشاش لا تهز هادي لا تنساش دير والو الترجم. وكاين واحد المستوى اللي طالع شي شويه بزاف الا كنتي كتقن شي لغه مثلا اللغه الفرنسيه، كتمشي كتخدم مع شركات اللي هما مختصين في الترجمه الاخبار وشي حاجه، وكترجم شي خبر كيعطيوك شي نص، اما كترجمو كتابه ولا كترجمو هضره وكتخلص على داكشي. وهذه حتى هي زوينه ولكن كتحس شويه المستوى يكون طالع في اللغه. حنا كنهضروا دابا على الحاجه للناس اللي فريمو ما عندهم لا شهاده ما عندهم والو. انا كما قلت لك هادشي اللي غادي دير وهادشي اللي غتحتاج وفريمو غادي تخدم مزيان. دابا غادي نمشيو نهضروا على الناس ديال السبور، الناس ديال السبور اللي باغيين يجيو ويدبروا على راسهم هنايا وبقى ديال الطالب معاشو في نفس الوقت. هو انك تكون اما استاذ ديال كره، استاذ ديال الباسكيت، استاذ ديال السباحه، استاذ ديال الناس ديال الفايت بوكس، ديال اي حاجه. وفريمو هاد القضيه خدمتها انا وفيها فلوس بزاف. وبالنسبه للدراري ديال الفايت اللي كيخدم اللي كيلعبوا كومبات غيجيو لهنايا وغادي يخدموا يلعبوا كومبات اللي هما بروفيسيونيل وغيدبروا على صالير زوين بزاف، زوين صراحه زوين بزاف، وغادي يوفروا لراسهم واحد يعني واحد الصالير اللي غادي يقدر يوفر لهم داكشي اللي كيبغيو واللي غيحتاجوا وبزياده كاع. هادشي اللي كاين هادو هما الخدامين دابا اللي كاينين تقريبا هنايا، وكاينين خدام اخرين تقدر دير مثلا هادشي اللي كنقول لك، وفي نفس الوقت دبر على بار تايمز خدام اخرين ديال ساعه ساعتين ضرب منهم مصريف ديال سيمانه ولا وترجع في حالك. هادشي اللي كاين. وبالاضافه ان الصين رخيصه بزاف غتقدر انك تخدم تعيش بخير وتوفر فلوس لراسك وتجمع الفلوس مزيان. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. الى عجبتكم هذه الفكره ما تنساوش تخليو كومونتير، اي واحد بغى شي حاجه على بالنسبه لاسيا يخليها في كومونتير وغنحاول نقلب على الجواب وغادي ان شاء الله نهضروا عليها في فيديو اخر. الى عجبتكم الفكره ما تنساوش الاشتراك ويعجب الفيديو. بيس. هادشي اللي كاين والله يسهل على الجميع. بيس.